إذن أسعد الله أوقاتكم متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. واليوم معنا واحد الشابة اللي ديجا تزوجات جوج ديال الرجال، الأول طلقات مات والثاني طلقات منه. الأول كان أكبر منها بكثير، كان مسن، عذبها، يأست من الحياة، هربات من الدار مرارا وتكرارا بسبب الضرب والجرح والأذى اللي كان كيأذيها. هربات وهي حاملة، عندنا بنيتها، تزوجت برجل آخر حتى هو عذبها، كان كيأذيها طبعا. مرحبا بك اختي، عاودي لنا التفاصيل وعلاش علاش بالضبط انتي عشتي هاد المشاكل كاملة. انا ملي تزوجت بهذا الراجل اللي كبر مني كان كيعذبني بزاف. رفعي صوتك الاخت. كان كيعذبني بزاف، يضربني، تيعذبني عايشه مع العذاب الضرب، ما كندير حتى شي حاجه باش يضربني، ما تناكل ما والو. تيجي شنو السبب علاش كيضربك؟ ما عرفتش، هو اصلا مريض، انا ما كنتش عارفه مريض، هو اصلا مريض مرض نفسي مسطي. مسطي ومزوجه بيه؟ باش عرفت وانا كنت صغيره، باش عرفت انا راه مريض. شحال كانت في عمرك باش تزوجتي؟ 17. انا مكنتش عارفه والو بداك الوقت، داك الوقت ماشي بحال هاد الوقت. كان تيضربني، تيعذبني، تيعلقني. تيعلقك؟ تيعلقني يضربني. كيفاش كيعلقك؟ تيعلقني في السقف. كيعلقك بالقنب؟ غريب هادشي. داكشي العذاب ديال داكشي اللي كيبان في الافلام كيطبقوا عليا. مسطي حمق يعني بدون سبب كان كيعلقك بدون سبب. الناس كانوا يشهدوا فيه، شحال مره دعيته وهرب ما تشدش، شحال مره دعيته الناس اللي تيشهدوا يعني عارفينه مسطي، وما قالوش لي نهار الاول هادشي. كنت نهرب دار ما يرجعوني ليه، حتى ولات ما بقيتش مشيش عنده ومات اصلا. هربتي منه؟ هذه القصه ديالي مع الاول. هربتي منه وجيتي لدارك وكنتي حامله؟ كنت حامله، ما عارفاش راسي حامله. هو كان عارفك حامله؟ لا عارفه لا انا لا هو. صافي حتى مات. توفى؟ توفى ولات الدريه، ولات عدى شي عام عاد تزوجت عاوتاني بالثاني. فين تعرفتي؟ حاولي ترفعي صوتك باش يسمعوك المشاهدين. والثاني تعرف لي راه جا للدار نيشان، ما عرفتش ما والو، جا للدار نيشان. شحال كانت في عمرك ملي تزوجتي بالثاني؟ شي 19 بحال هكا. يعني ما بقيتش قاصر؟ لا صافي، حتى هو نفس المعاناة، حتى هو ما كنتش عارفه حتى يكميت هادي، ولا تيتقرقع، ولا حتى هو تيشرب، ولا تيجي تكراني يضربني، نفس المعاناة. حقدني بالزواج كاع، حتى هو رفعت عليا دعوة طلقت منه. حاولي هبطي الميكرو شوية، هبطي على فمك. تفضلي اختي. قلت هو طلقت منه، حتى هو كان كيضربني. صافي وليت عايشة وحداني. كيضربك بدون سبب؟ نقولو أن كيجي سكران، نقولو أن الزوج الأول كان حمق، قلتي كان مجنون، الثاني كان كيتقرقاب، كان كيكني، كان يجي سكران يبدا يضرب. صافي شفت راسي انا كيضربك بدون سبب، كيجي سكران هذا بدا راه كيجي وفاقد الوعي، اما الاخر مسطي ما عارفاش انا مسطي. صافي الثاني كيجي سكران. صافي طلقت منه. طلقتي انت اللي رفعتي دعوه؟ انا طلقت درت طلب الشقاق وطلقته. هادشي اللي كاين. ملي طلقتي بقات معايا الدريه، عشتي حياه اخرى طبعا، مشيتي للاهل ديالك، كيفاش استقبلوك الاهل ديالك؟ ما بغاونيش، جراو عليا، ما بغاونيش، مشيت كريت. كريتي بوحدك؟ كريت بوحدي. وهاد البيت فين ساكنه دابا؟ شحال كاريه؟ 12. وخدامه؟ لا. قادره تخلصي هاد البيت؟ لا مقادراش عليا، مبقاتش عندي الصحه ديال الخدمه. علاش؟ انا فاش دوز خرجوا لي عمليه. مازال صغيره تبارك الله. ها انا صغيره فاش مشيت دوزت عند الطبيبه قالت لي عندك جوج عمليات في ظهري، ضروري ندير عمليات، ما يمكنش لي نخدم، ممنوع لي الخدمه، كي غندير؟ ما كاينش شي حل. علاش شنو عندك في ظهرك؟ عندي العمود الفقري، عندي الفقرات محلولين والعصب ملوي.
يعني ميمكنش ليا نخدم كاع نهائيا، كي ندير؟ ميمكنش، يعني داك سامحة، الضرب اللي كان كيضربني الاول هو اللي خرج لي على ظهري. ما كنتيش بحال هكا. لا ما كنتش بحال هكا، كنت خدام فيه خير. ما كنتش بحال هكا، الضرب اللي كان يضربني الاول هو اللي خرج لي على ظهري، مابقيتش نقدر نخدم. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. بالنسبة لبنتك شحال في عمرها اليوم؟ عمرها راه شي 12 عام بحال هكا. 12 سنة، فين كاينة؟ كاينة في مؤسسة كتقرا فيها، مدرسة عسكرية. مدرسة عسكرية. اه. علاش ما جبتيهاش تعيش معاك؟ انا غنقرا هذيك القراية. ما تقدرش تقراها. باش نقرا هذيك القراية. تقدرش تصرفي عليها. ماقدرش. واخا انت اليوم اختي ساكنه في هذا البيت كاريه قلتي ب 12000 ريال، ما كتقدريش تخلصي بصعوبه، كتمشي كترزقي على الله. اه ماشي عيب، ما عنديش صحه ماشي عيب. علاش ما علاش ما كتقدريش تخدمي؟ ما نقدرش، قلت لك راه خاصني ندير عمليات على ظهري، ما يمكنش ليا الا خدمت نتشلل. كتسعي وحنا كاع كنسعوا الله. آه. يعني كتجلسي حدا المسجد وكتسني الناس يعطوك الصدقه. ما تنقولش ليهم عطوني، ما كنرضاش نقول ليهم عطوني ولا الله يرحم الوالدين عطوني. ما تنقدرش، ما تجينيش هما الا بغاو يعطيو ولا تيجيو عندي تيعطي. اللي بغا يعطي شي حاجه غيجي عارفك راك محتاجه غيجي عندك يعطيك. صافي هذا هو اللي كاين، ما يمكنش. واخا نرجعوا للوالدين اللي كيبقاو هما المصدر الاساسي في هذه المشاكل او المشكل العواص اللي طحتي فيه دابا. يعني الزوج الاول كنتي قاصر باش تزوجتي به، علاش والديك زوجوك غصبا عليك؟ يعني بزز منك كيف كنقول. وهادي انا ما لقيتش لها الجواب، علاش انا كنت كنقرا مزيان وعلاش نطي زوجتي؟ يعني ما فهمتش. انا اصلا كنت باغا نتزوج. علاش؟ واش طمعوا في داك السيد؟ راه باينه كان لاباس عليه. اه كان لاباس عليه. كان كيعطيهم فلوس من طبيعة الحال، كان كيعطيهم. كان كيعطيهم، ما غاديش يبيعوني لي انا صغيره وعندي واحد المستقبل ديال القرايه كنقرا مزيان. انت قلتي باعوني لي، والديك باعوك؟ اه باعوك لهداك السيد اللي تكرفص عليك؟ اه. كيفاش باعوك؟ بيناتهم داكشي. يعني واش الانسان كتقولي ما باغاش نتزوج وهربت شحال من مره وجبدوني رجعوني ليه؟ يعني شادين الفلوس، هو كبار مني، يعني دابا عاد 17 عام وكبر منا بشي 20 عام. يعني ما يمكنش تكون هادي باعوني. واخا الوالد ديالك متفارق مع الوالده ديالك؟ الوالد ديالي الله يرحمه دابا. دابا الله يرحمه. ايه. اشنو تبغي تقولي لميمتك وخوتك اللي كانوا كيشوفوا هاد البث المباشر؟ دابش عليك انا ماما نقول لهم حتى حاجه، حيت ما بقاش حتى صله بيني وبينهم. قطعت الصله بيهم لحد الان، عندهم نمرتي، عندهم كلشي، ما تيعيطوش ليا ما تيسولوش فيا ما حتى شي حاجه، وتيشوفوني في الزنقه وتيميكو بحال عمرهم شافوني. علاش انا اش غنقول لهم؟ غنقول لهم والو، غنقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما عندي حتى شي واحد، عندي الله سبحانه وتعالى، ما عندي حتى شي واحد. اختي شنو تبغي تقولي للمشاهدين؟ المشاهدين تيش كاين شي قلوب الرحيم يعاونوني. فاش بغيتي الناس يعاونوا؟ مكرهش يعاونوني في العمليه باش نمشي نخدم. واش ديري العمليه على ظهرك؟ على ظهري باش نمشي نخدم، ما بقاش نمشي اصلا للجامعه، ما بغاش نمشي للجامعه. هنا التعلق يقولوا الوالدين ديالك هما السبب. هما السبب، الله يسمح ليهم، انا ما حاقدش عليهم وهذا، ولكن الله يسمح ليهم. شي اللي غنقول الله يسمح ليهم، خصوصا الاب ديالي هو ما الوالده ما دارت حتى شي حاجه. الاب، الاب هو اللي جاب داك الراجل، هو اللي زوجني. انت ندمتي وخدي دي التجربه في نفس الوقت؟ بزاف تجارب. واخا الا تقدم لك من دابا لقدام شي زوج صالح توافقي عليه ولا ما توافقش عليه؟ لا. علاش؟ صافي ما بقيتش كنثيق، حيت هاد الثاني قلت راه راجل صالح، تصوري الكارو ما كانش يشعل قدامي، ما كنت كنشوف ليه حتى شي حاجه خايبه. حتى كعاشرتو عاد عرفت فيه كلشي. عرفت عليه كيتقرقب يجي سكران يجي، يعني كيبان لك راه راجل صالح، الصاله والدين وكلشي. حتى كتكتشفي باللي كيدير ثاني درا، ما بقيتش عرفتي الثقه. انا بغيت نعيش غير بوحدي انا وبنتي حتى نموت. الا كاين شي محسن ولا شي محسنه يعاونوني غير في العمليه، صافي نمشي نخدم. بغيتي ديري العملية؟ صافي هادشي اللي بغيت، ما بغيت حتى شي حاجة من الدنيا. إذا واضح أختي، يلا حطينا رقم التليفون ديالك 0635 0697956. كيف ما شفتوا معنا مشاهدينا المعاناة اللي عانتها هاد الشابة اللي اليوم في عمرها 33 سنة، تزوجات في عمر 17 سنة بواحد الزوج
اللي عذبها واكبر منها بكثير، عذبها، عاش معها العذاب، عاش معها مراره الحياه، ثم هربات وجات لدارهم، لقات راسها حامله، ولدات بنيتها اليوم في عمرها 12 سنه، عاودت مره اخرى تزوجات، تفاجات بان الزوج يعني كيسكر كيضربها كيتقرقع، يعني بزاف المعاناه اللي هي كثيره، اضطرت انها تطلق منه للمره الثانيه، يعني ما عندها زهر. فكنتمنوا لكل الخير ان شاء الله. اليوم كنتمنى من المشاهدين من ذوي القلوب الرحيمه باش يعاونوها على اجراء العمليه على ظهرها، فحطينا الرقم التليفون ديالها، اللي بغى يتواصل معها يتواصل معها. ولقاكم متتبعينا مره اخرى في بث اخر، الى اللقاء.